السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ هانيين مهنيين؟ ايوا الحمد لله. البنات كني تكونوا نتوما بخير، نكون حتى انا بخير. المهم بالنسبه لليوم، الاقتراح ديال اليوم غيكون واحد الطويجين ديال السرديل. كما كتعرفوا السردير حنا المغاربه ما كاينش اللي ما كتلقايش كيطيب السرديل، يعني اكثريه يعني كياكل السرديل. تحضريه للغدا او العشاء، يعني الا كنتي غديري العشاء راه اكيد غادي تاكلي شويه بكري لانه تيكون ثقيل شويه. صافي غادي ندوز مباشره، غادي ندوز ناخذ السرديل انا اللي ديجا غسلته وحيدت ليه هذيك القشره ديالو، قشرته حيدت ليه ديك الجلده اللي كتكون من الفوق وحيدت ليه دوك الزعانف وكل شيء وغسلته مزيان هذا وطحنته في الطحانه ديك اليدويه. صافي هذا هو الشكل ديالو هكا، يعني راه كلكم كيفاش كتعرفوا تغسلوا السرديل. عفوا صافي غادي ندوز نحتاج واحد تقريبا واحد ثلاثه الحبات ديال مطيشه محكوكين وواحد نص كاس ديال الزيت. تقدروا ديروا زيت البلديه مخلطه مع زيت الروميه، انا خديت غير زيت البلديه. والفلفله فقط للتزيين، واحد شويه ديال جوج طريفات ديال الحامض. وفي اللقامه غادي نحتاج واحد معلقه كبيره ديال الكمون لانني غنستعمل العطريه في الشرموله وفي السرديل ديالي. معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره عفوا ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الابزار، مع نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، واحد ثلاثه الفصوص او اربعه ديال الثوم محكوكين، واحد معلقه كبيره ديال البابريكا او التحميره، الملح، واحد شويه ديال الخرقوم والقزبر والمعدنوس. غادي ندوز ناخذ الطنجره ديالي اللي غنخدم فيها، اللي غادي نخدم فيها، غادي ندير فيها ديك مطيشه. عفوا هذاك الجزر اللي كتشوفوا فيه راه هذاك غنديروا بنتي لانها ما كتاكلش السرديل، غادي ندير لها شويه ديال الجزر. صافي غادي ندوز نخوي هاد الشرموله ديالي وغادي ندير لها الزيت كما كتشوفوا. ودابا غادي نبدا ندير لقامه هنا ولهي كما كتشوفوا. غادي ندير شويه هنا وشويه مليحه هنايا. صافي كناخذ شويه هنا وشويه لي. بالنسبه للقزبر والمعدنوس غادي ندير عاوتاني شويه في الشرموله ديالي. الفيديو واقيلا كنتمنى يكون واضح. صافي وكندير في السرديل ديالي حتى هو، يعني كنحاول ندير لقامه هنا ولهي، نفس اللقامه اللي غادي نستعمل هنايا غادي نستعمل عليه. ونسيت ما ذكرش لكم واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى، يعني وريقات ديال الرمل. غادي نستعمل عاوتاني التحميره هنا ولهي. غادي ندير غير واحد شويه ديال فصوص الثوم هنا، غير واحد شويه، واحد الفصيه ديال الثوم، وغادي ندير البقيه هنايا. السكينجبير غادي ندير غير شويه، البزار حتى هو واحد راس المعلقه، شويه هنايا نغيزه. صافي واحد المعلقه تقريبا صغيره ديال الكمون هنايا، والباقيه غادي نزيدها في هذا. صافي غادي ندوز دابا نخلط هاد الخليط ديالي مزيان ديال السرديل، وهاد الطويجين ديالي غادي نديرو فوق البوطه حتى يغلى ليا عاد باش ندوز نكمل الطريقه ديالي. صافي وغادي ندوز دابا باش غادي نخلط هاد المقادير كما كتشوفوا غير باليد. انا كنت غاسله السرديل من قبل ودايره في الثلاجه لتحت، يعني غسلته قبيله صافي باش كيشد يقصاح ليا وكيبقاش صافي. ندخل انا هاد اللقامه مزيان في هاد السرديل. صافي وغادي ندوز نضيف ليه تقريبا واحد جوج المعالق صغار ديال الروز او معالق كبار عفوا ديال الروز. داك الروز بالاحسن يكون داك المهرس كيجي زوين، الا ما كانش عندكم تستعملوا الاخر صافي. هذا باش يشد ليا داك الروز ديالي ويجي قاصح باش ما يجيش داك القاده، واصلا داك الروز تيتواتى مع السرديل، يعني
كيقصحوا شويه صافي. غادي ندوز نخلط انا هاد المقادير وغادي نحطهم جانبا وندوز نشعل على البوطه ديالي حتى تغلى لي الشرموله ديالي، وعاد ندوز باش نكور هاد السردين ونديرو فيها. وكما كتشوفوا الشرموله ديالي راه هي هادي، انا ما درت فيها لا ما لا والو كما كتشوفوا هي يعني تلقات الميه ديالها صافي. دابا غادي ندوز باش نحط هادوك خوي الزوات اللي وجدت، غير واحد شويه انا غادي نديرهم على هذا الشكل هذا، غادي نديرهم فقط لان الدراري ما تيبغيوش، كتعرفوا الدراري ما تيبغيوش السردين بزاف بزز باش كناكلوهم هادشي، كنحاولوا نديروا اليوم النسمه ياكلوهم الخضيره صافي. غندير غير واحد شويه ديال مطيشه لا عفوا جزر، غندوز دابا باش نحط الكويرات ديالي. شوفونا ما درت لا ما لا والو، شحال طلق ديال الماء حيت سديت عليها واحد شويه على ما كيشد في راسو، ما ديروش حيت نقصت البوطه، ملي كتنقصي البوطه كيطلق ديك الميه ديالو، انا ما درت فيه لا ما لا شي حاجه لا حتى شي حاجه. غادي ندوز دابا غادي ندوز ندير ناخذ دوك الفليفلات، انا قطعتهم على هذا الشكل هذا يعني هاد زين وصافي يعني كيبقى هادي غير زايده يعني ماشي شي حاجه شي خطوه ضروريه صافي. غندوز انا نزين بحال هاد الشكل هذا صافي كامل، غادي ندوز هكا بهاد الشكل هذا غندير هاد الحوايمات ديالي ضروري شويه الحامض البنات صافي، وغنخلي الطويجين ديالي حتى يطيب ونشوفو الشكل النهائي ديالو، انا ما غندير فيه لا زيتون لا والو. ايوا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الطويجين ديالي، كما كتشوفوا راه جا معلك وزوين شهوه منه. وكما دائما البنات ما تنسوناش من لي لايك، كثروا لينا لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، والى اللقاء.